شوف علا ان شاء الله احنا بدنا يلا ست الكل انا الفول حاضر. انا في ناس كثير بيعملوا الفول كل حد على طريقته. شوف علا انا طريقتي اني انا بحب اقلي الفول. في ناس بيحبوا يقلبوه بس يعني ببصل بيحبوا يقلبوه ببصل. لا انا بحب اني على طريقتي اني انا نقل الفول وبعدين نغليه مع مية اللحمة. طبعا شوفوا لها هلا لما نغليه على مية اللحمة لقدام شوي ان شاء الله بنحكي في طبخة كمان بتطلع غير اللبن يعني غير انه فول على لبن بنسميه فول على قدامه على قدام اللحمة على قدام اللحمة من غير ما نحط لبن طيب كتير وبنحط له كزبرة وتومة وكتير طيب وطبعا بنضيف عليه الليمون. انا صراحة ما عمري عملته مقلي لا اخفيكي عشان هيك انا لفت نظر اللي انت مجهزتي لي قليته هلا رح نقلي قدامهم. يعني احنا عادة الستات بنقلي البامية صحيح. فول أخضر أنا ما عمري قليته فاليوم رح أجربه من تحت إيدك حبيبتي. يعني أكلتها صراحة زاكي أنا محب نفسها بالأكل حبيبتي كتير. الله يسلمك يلا ستة الكل بسم الله.